انا ذنبي ايه يا سيف بيه؟ انا ذنبي ايه يا مدام ينقطع عيشي؟ حد يقدر يقول للاستاذ محمد لا؟ ده مدير المصنع، اقدر اقول للمدير لا ازاي؟ خلاص يا سعيد استنى ما تشوف فيه ايه. ممنوع دخول اي كلب الا لو البوليس جه. ده انا ونسرين يا بابا. ايه انت يا الله. انا مش هسجنك، انا هجيب لك اعدام. ليه بس يا باشا؟ هو انا قتلت لك قتيل؟ اني الابشع افظع، ازاي فستان انا عامله يلمس جسم واحده زيك انت؟ انا تحت امرك، بس نطمن الراجل اللي اسمه صناديل اللي طب ساكت هنا ده. يطب ساكت ده حظه حلو، لو مات هاخد حقي من الورثه. انما انت انا اهون عليا انك تلبسي عيل من عيالي ولا انك تلبسي تصميم من تصاميمي؟ البس عيل من عيالك ازاي بس يا باشا؟ تعبان قوي يا دكتور. حضرتك صدقني ضربات القلب منتظمه والضغط طبيعي والسكر كمان مظبوط. من الواضح ان هي صدمه بسيطه من اثر حادثه القطر اللي انت شفتها. حادثه قطر؟ قطر. طبعا قطر، ده صاروخ ارض جاي وموجه، ده شد من السلاح النووي واستكامل. هو جرى لطفي يا دكتور ولا ايه؟ حولوني الانعاش ودوني المشرحه، انا ما ينفعش اروح بيتنا كده على طول، هبقى كاني رايح سكه اللي يروح ما يرجعش. كان ساعه نحس اللي حلمت فيها بيك يا شربات، يا شربات لوز.